السلام عليكم متتبعي قناه ديفيرس تي في الفلاحيه مرحبا بكم في القناه ديالكم الفلاحيه بعد غياب لمده طويله جدا لظروف يعني شخصيه اليوم عدنا لكم يعني الفيديو اللي هو تقديمي بمناسبه عوده الفيديوهات الفلاحيه يعني وتقنية إذا إن شاء الله غادي نقدمو جميع الفيديوهات التقنية بالنسبة للفلاحة اللي غادي تستافدو منهم إن شاء الله جميع الدروس الفلاحية وغادي نقدمو يعني بطائق لجميع يعني النباتات الفلاحية وغادي نتعرف أيضا على غادي ايضا على الاسمده وعلى الانواع ديال الاسمده وعلى لي زليمون يعني كل اسمده كل سماد شنو الدور ديالو وعلاش كيتوفر وغادي تعرف ايضا على الخصائص ديال كل سماد والدور ديالو في النبته اذا آه غادي تعرف ايضا على لي برودوي فيتو سانيتير الدور ديال كل برودوي فيتو سانيتير وغادا نتعرفو ايضا على يعني يعني انواع ديال لي تريتمون لي كاينين تريتمون بريفونتيف تريتمون كوراتيف وغادي نتعرفو على جميع يعني التقنيات ديال الفلاحيه وغادي نحسبو معكم الوحدات كيفاش نحسبو الوحدات ديال زونغري وكيفاش نحسبو لي زيكليبر ديال لي كمبتدئ ديال الفلاحة وطلبة ديال المعاهد دي اللي تخرجوا وما ضابطينش القواعد ديال ديال الكالكول ديال الجينيتي ما ضابطينش القواعد ديال الكالكول ديال الزيكليبر غادي نتعرفوا على خلال من... خلال من سلسلة من السلاسل يعني على كيفية حساب الوحدات ديال لازونغري كيفاش نستخرج الوحدات ديال لازونغري كيفاش نحسب من بالنسبة للنبتة ديالي دونك هذا فقط فيديو ترويجي بمناسبة العودة ديالنا غادي نقدمو جميع الفيديوهات وأيضا مرحبا بالاقتراحات ديالكم يمكن لكم تضعوا الأسئلة لكم في التعليق أسفل هذا الفيديو اللي عنده شي سؤال فلاحي راه ممكن نجاوبو عليه فقط يحط الرقم يحط يعني التعليق أسفل هذا الفيديو وغنتمنى القناه الفلاحيه ديفير تي في تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاعجاب للجميع الفلاحين وجميع الطلبه المتخرجين في المعاهد الفلاحيه بالمغرب هذه القناه يعني اول قناه فلاحيه في المغرب تقدم دروس متطابقه مع الواقع يعني الى قلبتي في اليوتيوب ما غاديش تلقى شي قناه في اليوتيوب كتشرح لك كيفاش تحسب الوحدات ديال لازونغري وكيفاش تحسب لي ديال لازونغري الا في قناه ديفيرس تي في الفلاحيه كتشرح لك يعني كتعطيك معلومات دقيقه وكتعطيك معلومات اللي ما يمكنش اي واحد يعطوهم لك فابور يعني كتخلص عليهم الفورماسيون باش تاخذهم ولكن في قناة ديالنا حنا كنحطهم على شكل فيديوهات فابور دي بالنسبة للطلبة اللي بغا يتعلمو يعني الفلاحة والتقنيات الفلاحية حنا ايضا كنحطهم غراتويت ما سنوش لا مقابل مادي لا والو كنحطهم في سبيل الله وبحال اجر بحال كنحطو فيديو فيه اجر يستافدو منه الاجيال ثم الاجيال ثم الاجيال اي جيل يدخل القناه ديفيرسي في راه ممكن ليه يستافد اي فوج من الافواج الطلبه كل عام يمكن ليه يدخل ديفيرسي في الفلاحيه وغادي يستافد اكثر واكثر يعني في جميع الشروحات على لي مالاضي لي فيروس ديال يعني جميع الكلتور راه كنشرحو فيهم جميع المعلومات ايضا اذا في انتظار فيديوهات اخرى كنقول لكم السلام عليكم وكنتسنى التعليق ديالكم اللي عنده شي شي سؤال بغى يطرحو يحطو في التعليق راه غادي عليه على شكل فيديو إذا كان موضوع انا غادي نجاوبو عليه على شكل فيديو ومرحبا بكم في قناه ديريس تي في الفلاحيه وشكرا لكم